أما هلا حنروح لآخر فقرة ضمن صباحنا لليوم. شفنا بالآونة الأخيرة وضمن الظروف يلي عم نعيشها كان لابد من وجود المؤسسات الخيرية التنموية المجتمعية البيئية حتى أنه تكون موجودة على الأرض. قد إيه كان إلى وجود بالسنوات الماضية وقدرت أنه تشتغل شيء على الأرض تعمل سنوات بصمة؟ سنوات طويلة يا خلينا نقول سنوات الحرب، سنوات كورونا، كارثة الزلزال وغيرها يعني للأسف اللي بيساعدنا رشاد. شفنا يمكن حتى شباب ومتطوعين من مختلف الأعمار وعندهم هي الثقافة وهي الروح أنه اليوم يشتغلوا ويبدعوا يمكن من تفاصيل كتير صغيرة يعملوا إنجاز وينشروا الفرح بكل مكان بيكونوا موجودين فيه. اليوم رح نحكي سلط الضوء على احد هي المؤسسات اللي كان لها تاثير كثير كبير بالمشاريع التنمويه المستدامه على ارض الواقع وتم تنفيذها من قبل كوادر مؤهله، لنعرف اكثر عن هي المشاريع وهدفها والفئات اللي توجهت الى. اكيد نرحب بالسيده نرمين قليح منسقه النشاط في المشاريع لمؤسسه موج التنمويه. لك يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك واكيد تحياتنا لكل كادر العمل. بدايه خلينا نروح هيك لنعرف اكثر على عمل المؤسسه. يسعد صباحكم. مؤسسه موج هي مؤسسه محليه مدنيه غير ربحيه، تاسست عام 2014 تحت اسم راديو سوريات، اشهرت قانونيا في سوريا عام 2020 باسم موج وكان اول مقر لها بمدينه النبك. مؤسسة موج تحكمها مبادئ النسوية وعدم التمييز. مبادئ النسوية وعدم التمييز، خلينا نشرح هاي الفقرة، كيف النسوية وعدم التمييز؟ هي بتدعم النساء، أحد أهداف الاستراتيجية هي تعزيز مشاركة المرأة بالحياة العامة، وبتحاول بكل المشاريع تكون هي عم تضوي على المرأة. وعدم التمييز إنه هي بتستهدف الأشخاص، هي من انتماءات مختلفة، من توجهات مختلفة، ما عندها انه هي حصرا مشاريعها او خدماتها هي مخصصه لفئه معينه من الناس. كثير حلو. بينما هي بتعتمد هذا المبدا بكل خدماتها وكل مشاريعها وحتى بالموظفين والكادر العام. كثير حلو. اليوم خلينا نحكي عن نشاطات موج ان كان بالفتره الماضيه وان كان بمشاريع مستقبليه، هل يتم وضع خطط يمكن بعيده المدى او يمكن كل فتره وحسب متطلباتها؟ مشاريع موج هي في عنا شيء طويل المدى، في عنا أهداف استراتيجية إحنا بنشتغل عليها اللي هي التعددية والتماسك المجتمعي، تعزيز مشاركة المرأة بالحياة العامة، إضافة إلى استدامة الموارد المتاحة وتبني وإنتاج إعلان حساس للنوع الاجتماعي. فكل المشاريع اللي إحنا بنشتغلها بتكون مندرجة تحت دول البرامج الأربعة، والتوجه بيكون إذا في شيء لحظي فإحنا بنشتغل عليه وأكيد بيكون عاملين له خطة حتى إحنا نكون عم نستجيب له. ولكن احنا بيكون في عنا شيء على طويل المدى عم نشتغل على هذا الهدف لحتى ينحقق. خلينا نعطي امثله اليوم من ارض الواقع، سواء المشاريع اللي تم انجازها تماما ونجحت والمشاريع بخطط استراتيجيه يمكن بعيده المدى. خلينا نعرف بالفتره الاخيره في عنا مشروع طريق، هو بيستهدف كان الاشخاص المفتاحيين بثلاث مناطق بالقلمون الغربي، مدينه النبك، مدينه يبرود، مدينه قاره. هدول الأشخاص هن كان هدفنا نحن نعزز التماسك المجتمعي، حضروا عدة دورات من التفاوض، المواطنة، التشبيك، الإدارة، وعملوا عدة اجتماعات لحتى هن يطلعوا بمبادرات. هي المبادرات تكون تخدم مجتمعاتهم، كل منطقة طلعت بمبادرة مختلفة عن الثانية، لأنه هن حتى الأشخاص هن يعني هن كانوا من انتماءات مختلفة ومن توجهات مختلفة وحتى من مناصب مختلفة، فكانت المبادرة عم تطلع من عدة رؤيات حتى طلعت بهذا الشكل. مبادرة مدينة النبك لمسوا احتياج إن هن بحاجة يعملوا مشاريع تنموية لمدينة النبك، فعملوا تدريب دراسات الجدوى الاقتصادية، استهدفوا مجموعة شباب وشابات من اختصاصات مختلفة من القلمون، هندسة مدنية، حقوق، إدارة أعمال، اقتصاد، لحتى هن يعملوا دراسات لمشاريع ربحية ومجتمعية بتخدم وتلبي هذا الاحتياج، لحتى هن يشاركوها مع المجتمع المحلي ويشاركوها مع الجهات الفاعلة. أما بالنسبة لمبادرة مدينة يبرود كانت هي عبارة عن مساحة صديقة للشباب، وهي كانت المبادرة الفريدة من نوعها بالمنطقة. هي المبادرة هي مساحة بيجوا طلاب الفريلانس بيشتغلوا فيها أو طلاب الجامعات بيجتمعوا بينجزوا مشاريعهم سوا، وهي قيد التنفيذ حاليا. مبادرة مدينة قارة هي تنفذت بشهر 11 23 24 25 شهر 11، اللي هي عبارة عن بازار حكايات الجبل. هو كان استهدف 40 امرأة من مدينة قارة، السيدات المنتجات اللي هن بيعملوا بالمنتجات اليدوية،
البازار كان هو أول مبادرة بتنعمل بهي المنطقة وكانت الفريدة من نوعها. السيدات هن بالبداية لمسنا احتياج عندهم إنه هن يعملوا عدة دورات تدريبية يلي هي التسويق وأساسيات التسويق المنتجات بالإضافة لأساسيات العقد والتغليف. بناء على حتى هن يكونوا أدرانين يشاركوا بهذا البازار. وللحقيقة هن شاركوا فيه وأبدوا حماسهم وطلعت إبداعات كتير حلوة كأول مشاركة ضمن هي المدينة. أكيد اليوم يعطيكم ألف عافية، دائماً عندهم تركيز فرح على دعم المرأة، كان عندهم فعالية كتير حلوة كنا عم نحكي عنها ما بتتوازن من دونك. تماماً. هي كانت تشجيع للنساء لقيادة الدراجة الهوائية بمنطقة القلمون، وتم بوقتها توزيع دراجات هوائية مجاناً للسيدات. تماماً. يعني حتى هي الفعالية أنتم عم تشتغلوا عليها كل سنة؟ اشتغلنا عليها هي السنة. وين كانت هي السنة الفعالية؟ كانت كمان بمدينة النبك، ولكن كان في استهداف نساء من مدن مختلفة أو من مدن مجاورة. كيف كان هيك؟ فكان أول يعني إيفنت فكان العدد جيد، ولكن بالإيفنت الثاني كان مضاعف أضعاف يعني، وكانت المشاركات عم تجينا من الشام، من طرطوس، من درعا. ما بتتوازن من دونك هو حقق كتير لمسة إيجابية للمجتمع، لأنه أنت بالنهاية عم نعمل تغيير. يعني إحنا معنا ثقافة إنه المرأة تسوق دراجة، تروح على دوامها، تروح على الجامعة، تماماً، وهي تلبي احتياجاتها، أو هي ممكن هذه الدراجة تعمل لها مشروع هي التوصيل، أو هي ممكن يكون عندها مشروع الخاص وهي تتطلب التوصيل. فكان في استجابة، كان في عدة نساء مستفيدات، كمان كان في توزيع دراجات هي السنة. الناس حبت الفكرة. تماماً. يعني رجال خلينا نقول. تماماً. وحتى التدريب، يعني هو إنه نحنا مو بس نعطي بسكليت ونعطي تانية، ولكن هو كان في تدريب لهذا الشيء، خضعوا لدورة تدريبية بحيث أنت كيف تتصرفي بالحوادث، كيف تسوقي هي الدراجة، كيف تتصرفي مثلاً مع الإزعاجات اللي ممكن تتعرضي لها. فكان مشروع هو عن جد بترك بصمة بكل سنة نحن بنعمله، وبيعمل تغيير. يعني هي مشاريع موج دائما تسعى الى التغيير بالمجتمع. هلا السؤال دائما نحن لما بنعمل المشروع بنحاول دائما نلمس نتائجه ونجاحه، بتحاولوا بعد ما تعملوا اي مشروع انه تلمسوا نتائجه وتتابعوا يمكن اخبار اي صبيه كانت مشتركه معكم بهذا البرنامج؟ تماما. هلا احنا في عنا قسم التقييم والمتابعه. المشروع بيخلص بس المتابعه ما بتخلص، لانه نحن مشروع بيعطينا احتياج مشروع ثاني، هو اللي بيخلينا نفكر شو الخطوه الثانيه لحتى نحن نتدخل فيها ونعملها. فدائما بيكون في متابعه باي مشروع نحن بنقدم افاده، ولكن هنا بيكونوا بحاجه خطوه بعدها، فنحن بنكون عم نشتغل عليها حتى يكون التدخل مدروس وطريقه الخدمه هي مناسبه للشخص اللي هو بده ياخذها. طيب ست نرمين، نحن عم نودع 2023 ودائما اكيد بالعمل في صعوبات كثير بتواجه حضرتكم اليوم، هيك شو كيف كان تقييم 2023 عندكم، وهل اليوم في خطة لل 2024 لنتجاوز الثغرات اللي مرقت بال 2023؟ موج هي بتتميز انه هي دائما بتعمل تحديث للسياق، سواء بالازمات، سواء بالتغيرات المجتمعية، سواء بالسياق اللي هي عم تتدخل فيه. فبتكون التدخلات مبنية على مجتمع، على احتياجات، على خدمات هن بدهم اياها. فكانت 2023 حافلة، وكان في رضا من المجتمع ورضا من الشركاء ومن الجهات الفاعلة اللي عم تشتغل معنا عن خدمات وعن المشاريع اللي تقدمت. الخطة لل 2024 هي المشاريع اللي هنا نحن ماشيين فيها، هي مستمرة معنا لل 2024، وأكيد في كل جديد وكل شيء نحن بنلمسه أو بنلاقيه بحاجة فنحن عم نشتغل عليه لحتى هو يكون تدخل جميل بطريقة لطيفة هو يناسب المجتمع اللي نحن فيه. دائما السؤال يمكن اليوم بيظل هي ظروف ضغوطات، إن كانت ضغوطات مجتمعية أو ضغوطات شخصية، شو أبرز الصعوبات يمكن يلي واجهتكم كمؤسسة موج، وكيف قدرتوا يمكن تتجاوزوا هي الصعوبات وتستمروا؟ من الصعوبات هي الأزمات يلي بتصير هي بالمجتمع ككل، مثلا أزمة الزلزال، فهي كانت شوي هيك عم تخلينا نوقف نحن نشوف إنه وين بدنا نتدخل، وين حتكون موج بهي الكارثه او بهي الازمه، وكيف حتكون طريقه تدخلها. نحن ما عندنا يعني توجهنا ما عندنا انه نحن نكون بالازمات، ولكن اجتمعنا وحطينا خطه لحتى نكون التدخل صحيح. بالاضافه للصعوبات هي بتكون هي المجتمعات اللي عم نتدخل فيها، قديش نحن تدخلنا بيكون هو صح ومناسب لهي المجتمعات. وبما انه في دراسه بتكون مسبقه لكل مشروع ولاي تدخل، فهو بتكون نحن راصدين هاي الصعوبه وحاطين لها استجابه لحتى تكون متجاوزينها.
طيب خلينا نروح للكادر الموجود من مؤسسة موج. اليوم نجاح أي عمل أكيد بيعتمد على كادر موجود متعاون، خلينا نقول مدرب صح. يعني اللي بيميز فريق موج وكادر موج إنه هو مو بس من نبك، هو مو بس من مدينة نبك، هو من مناطق ومحافظات سورية مختلفة، وهذا الشيء بنرجع بنقول إنه هو عدم التمييز وهي التعددية والتماسك المجتمعي. فنحن فريق عمل متواجد بدمشق، متواجد بالنبك، متواجد بالسلمية، فمتواجدين بعدة محافظات، ولكن أدرانين ننجز سوا، أدرانين هي الخبرات تتكامل حتى تعطي تدخل صح ولمسة إيجابية. فالكادر هو كتير له دور بتنفيذ أي نشاط وبتنفيذ أي مبادرة حتى تكون هي ناجحة وفعالة. أكيد نتشكرك على وجودك معنا، وتحية كبيرة لكل أعضاء المؤسسة. يمكن حضرتك اليوم بتمثليهم، لكن هنا وجهودهم من تفصيل صغير لتفاصيل كبيرة. أكيد لكل نجاح هي المشاريع بدنا نقول شكرا لكم، ولأي شخص اليوم قادر يقدم ولو جزء صغير لهذا المجتمع والأشخاص الموجودين فيه. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. نتشكرك أكيد، وعم نتمنى لكم هيك النجاح والتوفيق، ونشوفك ل 2024 دائما داعمة للإناث. يعني نحن نحب دائما نقول موج، بنقول التميز، ودائما هيك التركيز على حقوق المرأة. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لك.